شوينا في الشمس وهلا خلصت رحلة أوبر هاوزن بار ويز أمازون بدوسلدور، وأنا هلا رايح على مدينة تالين. طفش الغبي ده ما سكتش طول الرحلة، طفش غبي ما سكتش طول الرحلة، سامعين صوته هيجيب لي الحصاري هتجنن. الدنيا برد ما قدرتش امشي في الشارع فنزلت اشتري بلوفر. راضي استونيا غابات 50% غابات، عدد سكانها 1.5 مليون ومدينة تالين لوحدها فيها 500,000، وانا ماشي هنا في المدينة القديمة. تمام استونيا شوارع تالين 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 تلان تانتي. في اغنية قديمة اسمها تالين تالين، كل ما اقول اسم المدينة بفتكرها. جميل جدا المكان، جميل جدا، بلد هادية وظريفة كده، تحس كده ريشة، ناس كده هادين، ما فيش حد شكله وحش، ما فيش حد كده شحات ولا حاجة. دي لها اكتر من اسماء، اول كان اسمها ساحة السوق، وبعدين روسيا جت احتلت المنطقة هنا، فلما احتلتها حطت تمثال كبير للشيوعية، فضلت محتلة البلد لغاية سنة 22 طلع منها بعد ما تحولت روسيا للبلشفية، وتحولت هون المدينة كمان، عملت ثورة واستقلت عن روسيا بعد ما روسيا صارت شيوعية. اللي حصل بعد كده دخلت ألمانيا هنا البلد سنة 44، فدخلت روسيا علشان تحرر البلد، لما دخلت روسيا وما طلعتش وضمت استونيا للاتحاد السوفيتي، وضلت في الاتحاد السوفيتي لغاية من 44 لحد سنة حصلت على استقلالها سنة 91. تمام، لكن اللي حصل بعد كده ايه بقى، ان روسيا كانت خايفة ان يحصل هنا محاولات للاستقلال والرجعة تاني للحرية، قامت عملت أكبر شيء عمله ستالين وأفظع شيء، إنه بدأ عملية تهجير قسري لأهل البلد ويحط مكانهم ناس تانيين، واللي بيعارض يا القتل يا معسكرات العمل اللي فعلا في آخرتها بيكون في قتل. ومن هنا ساحة الحرية، بنحيي كل أبطال الحرية في كل مكان. العمود اللي احنا شايفينه ده بيمثل الهدية اللي بتتهدى أو النيشان اللي بيتعطى لكل اللي كانوا قتلوا في حرب الاستقلال، فده شكلها عامل هيك، فحاطين مثال قدام الحكاية دي في شارع الحرية، وبتصادف كمان وجودنا هون مرور 100 سنة على يوم الاستقلال، لو سنة الاستقلال سنة 1918، احنا هلأ في 2019، ف101 سنة، وفي نفس الوقت 1800 سنة على بناء مدينة تالين، فاحنا جايين في وسط احتفالات ان شاء الله نلحقها يعني. فهذا علم استونيا، وما زلنا نفحص البلد دي لأول مرة اسمع عنها قبل ما اجي عليها. تاني بلد اشوفها في العالم اهلها ما بيضحكوش، البلد الاولى طبعا عربية عارفينها، وهي تاني بلد ما بيضحكوش، يمكن من البرد، يمكن عشان السنوات الطويلة القهر اللي قدوها تحت الاتحاد السوفيتي، يمكن عشان الحروب الكتيرة دخلوها ونص شعب البلد اللي راح في الحرب العالمية التانية. تعرف ان هم اخدوا، وانا تعبت ليه فجأة، استونيا لما دخلها هتلر وبعدين رجعت ما بقتش عارف اتكلم نص كامل عشان بس تطلع فتح نفسي. وهي الست قالت لي خلي بالك نفسك هيروح، ما صدقتش وفعلا راح، غريبه جدا. المهم فهو على المنظر، فاللي حصل نص الشعب الاستوني مات في الحرب العالميه الثانيه، والنص مات بعد الحرب العالميه الثانيه على ايد ستالين، فضل عدد سكان قليل 1.5 مليون لغايه دلوقتي، ولا بيزيدوا ولا بينقصوا. فيها 26 برج زي ده، ده برج المدفع، بس البرج ده له قصة غريبة، انه اسمه برج Look at the Kitchen.
look inside the kitchen، شوف جوه المطبخ. اللي حصل ان البلد تحت مقسومه نصين، بلد كان العامه وهنا طائفه النبلاء من الحته دي وطالع فوق الجبل، فالمكان هنا كان حاميه ضد المدافع، وكان في مدافع محطوطه فيها، بس هنا ما كانش في حروف في العصور الوسطى كتير، فكان اللي بيتسلوا ايه بقى العالم يطلعوا هون ويبصوا على الناس اللي تحت في بطبخه بتعمل ايه. كانش عندهم فيسبوك ومفيش حد بيكتب عن اللي طبخه، بتقول لك صديقتي كانوا زمان بيطلعوا هنا يتفرجوا على الناس من تحت بيعملوا ايه عشان هم اعلى منهم يعني. المهم ان في 26 برج زي دول حوالين المدينه، اكترها كلها تقريبا متاحف. اللغه الاستونيه مش معروفه في العالم ولا حد بيتكلمها، فالانجليزي هنا بيتدرس من السنه الثانيه صف الثاني الابتدائي، والروسي طبعا باعتبار ان هم كان اتحاد سوفيتي ونص يعني التجاره تبعتهم مع روسيا وفنلندا، فبيحكوا الروسي كلغه ثالثه بتتعلموها من الصف السادس الابتدائي، وبعد كده بقى انت حر تتعلم لغه ثالثه. المهم انك لما تخلص الجامعه هنا لازم تكون مخلص ثلاث لغات غير الاستونيه، انجليزي وروسي ولغه ثالثه انت تختارها. جايين هنا في الصيف عشان المفروض ان هو الجو ادفى، فصديقتي بتقول لي في الشتاء هنا درجه الحراره اكتر حاجه وصلت لها كانت -25 والطبيعي ناقص 10، فقلت لها طب ممكن ننزل البحر؟ قالت لي اوكي زي انت بتحب التعيف تعوم في الميه البارده، احنا في الصيف بتقول لي تعوم في الميه البارده، بس بتقول السنه اللي فاتت وصلت درجه الحراره ل 30 درجه مئويه لاول مره في التاريخ، والناس هنا تعجبوا جدا من اللي حصل بالتغيير المناخي الرهيب، ان متعودين على برد برد برد، ولكن بتقول ممكن درجه الحراره توصل ل 30، هذا شيء غريب جدا عندهم يعني. هذا البناية الجميلة، واو، هلا هنعرف ايه البناية دي. القصر ده بنيته الامبراطورة كاثرين في القرن 13 لما كانت استونيا تحت الحماية السوفيتية، مش السوفيتية، الامبراطورية الروسية. وبعدين بس هلا دلوقتي مبنى البرلمان، ودينا ماشيين قدام مبنى البرلمان ولا في حارس واحد، وحارس واحد ما فيش، كأنه بناية عادية من بنايات العالم والموظفين بيجوا. يعني مش عارف انا بركز على الحتة دي في كل بلد بروحها، اشمعنى عندنا بيحطوا نفسهم بمليون حارس ومليون شرطة، ما فيش ولا عربية شرطة واحدة، والبرلماني بيجي بيدخل كأنه جاي موظف عادي، ومفيش حتى بيبص عليه ولا قبليه حراسة ولا بعديه حراسة ولا في شرطة تفتش ولا حاجة. للدرجة دي في عدل لدرجة ان مفيش خوف على حياتك يعني؟ ما اعرفش يعني، بس ده اللي صاير اهي من البرلمان، مفيش اي حد واقف قصاده، والبرلماني بيجي يخش كأنه جاي رايح على شغله عادي يعني، رايح على المحل بتاعه. كنيسة ألكسندر دي معمولة سنة 1900، طبعا على الطراز الروسي، كانت وقتها استونيا تحت حكم الامبراطورية الروسية في سنة 1900، زي ما قلنا هي نالت استقلالها بعد حرب سنتين سنة 1918، وبقت دولة مستقلة عن الاتحاد السوفيتي، اي سوري، عن الامبراطورية الروسية وقتها. تعالي احكي لكم قصة سمعتها هنا. كان اهل البلد الفقراء اللي عايشين تحت كان عندهم قانون ان لازم يبنوا بلدهم بالحجر، وهنا علشان الطبقة العالية والغنية والشايفة حالة بنوا بيوتهم من الخشب، على أساس الخشب أجمل وأحلى. كانت النتيجة سنة 1620 تقريبا حصل حريق كبير جدا، اتحرقت كل المنطقة الأغنية، يا إما من الحسد يا إما من الغرور الله أعلم، ومبقاش من المنطقة هنا غير الكنيسة دي والقصر اللي كنا واقفين قدامه من شوية. طبعا الكنيسة ألكسندر دي معمولة من 100 سنة بس، وعشان كده كل البيوت شكلها حديث مش شكلها على الطراز الاستوني القديم، فباين ان هي شكلها كده يعني شكلها حديث، يعني طراز مش بيوت اخد شكل الاشكال الاستونيه، يعني هيك الاشكال الاستونيه، شايفين البرج عامل ازاي والشبيك عامله ازاي، وهنا اخد شكل بيوت عاديه زي اي بيوت اوروبيه تانية. ده اتحرقت البلد، والكنيسه اللي انا واقف فيها
دلوقتي هي اسمها كنيسة أوتو. الكنيسة دي لها قصة كمان جميلة. في واحد كان أوتو، كان دون جوان كده عصره أوانه وبيحب البنات كتير ومش عارف إيه، بس قبل ما يموت قرر إن هو يتوب. فجاء هنا عند واحد قديس، قال له أنا عايز أتوب، طب أعمل إيه؟ عايز أدخل الجنة. قال له طيب ابني كنيسة، حط فلوس، ابني كنيسة تمام، وهنحطك في مدخل الكنيسة، مدفون في مدخل الكنيسة على طول. كل اللي يجي يخد يدخل يدوس عليك ويفتكرك ويمكن يدعي لك، وممكن مع دعوات الناس على مر السنين والقرون انك انت تدخل الجنة. ومنها في نفس الوقت في ناس قالوا قصة تانية، عشان هو كان دنجوان يشوف تحت التنانير تبع البنات، فهو قصة وين وين سيتويشن. هو كسبان من ان هو فضل يعمل حاجة اللي هو بيحبها حتى بعد ما مات، وكمان الناس تخش تدعي له. هيك القصة سمعتها، محدش يقول انت بتألف قصص او بتقول قصص خليعة، لا هو ده اللي حاصل. واحنا ماشيين هون في شوارع تالين. كمان في شغلة مهمة، شعب استونيا اكتر شعب في العالم غير متدين، حوالي 80% او 70% من السكان غير متدينين ولا يؤمنون باي دين. ومش بقول لك مش معنى كده ما بيحبش الاديان، ولكن هي حرية شخصية، بس هنا اكتر شعب في العالم مش متدين. 70% لا يؤمنون بدين، 15% أرثوذكس، وفي الديانة الثانية اللي هي اللوثرية بيؤمنوا بيها هنا كمان طائفة كبيرة من الشعب، وفي ديانات ثانية بقى. وإسلام بيقول لك عدد سكان عدد المسلمين هنا لا يتعدى 10,000 شخص، نادرا ما تشوفهم أصلا، ما شفتش أصلا أي جامع. في كمان في دين غريب بيؤمنوا بالأرض، هذا الديانة اللي كانت موجودة هنا موجودة حتى من قبل المسيح، فبيؤمنوا أن الشجرة لها روح والصخر لها روح وحاجات كده غريبة يعني، فهم بيؤمنوا بالأرض. زهر البحر. معلش أنا حكيت لقيت إيل شوية علشان بيتنا في المطار وما نمتش كويس. واو يا إلهي على جمالك يا كريم، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، مش قصدي على البنات طبعا، لكن على المنظر الخزعبلي اللي قدامي ده. هاي مدينه تالين، اتفرج على مدينه تالين. هاي من الشمال اليسار، تالين. هاي البحر، بحر البلطيق. وصلنا في الاخر الناحية التانية في فنلندا، ان شاء الله نروح على هلسنكي ان شاء الله.